ينضم الينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشان الايراني الاستاذ محمد المدحجي. استاذ محمد، بدايه مرحبا بكم. الحراك المدني الايراني الذي تشهده ايران منذ شهور تطور بشكل ملفت وتبلور في شكل اضراب عام شمل معظم المدن الايرانيه. كيف تنظر الى هذه الخطوه واستجابه الشارع الايراني لها؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. طبعا إيران منذ سنتين تشهد على طول إضراب عن العمل في مختلف النقابات، نقابة المعلمين، نقابة العمال، نقابة السوق، والآن نقابة سائقي الشاحنات، شحن السلع وشحن المواد القطاعية أضربوا عن العمل منذ أكثر من 10 أيام، ما تسبب بأزمة لتوفير السلع الأساسية في البلاد، الطعام وغير الطعام، ما أدى إلى أن يهجد النائب العام الإيراني سائقي الشاحنات بالإعدام ووصفهم بقطاع طرق. كل هذا يظهر مدى الأزمة الخانقة التي تمر بها إيران اقتصاديا، التي أدى إلى هذه الإضرابات. وسبب كل هذه الإضرابات هو أنه الرواتب والأجور التي تدفع لمختلف القطاعات ومختلف النقابات موظفوها لا يكفي لسد الاحتياجات الأولية للأسر، بمعنى الطعام، الصحة، وأيضا كلفة المدارس ولا أكثر. يعني لا نتحدث عن يعني الكلفة الترفيهية أو الملابس الخاصة وغيرها، يعني هذه أبسط ما يحتاجه المواطن. فالأمور يعني الحكومة الإيرانية تحاول دوما أن تنقل الجزء الأكبر من عجز ميزانيتها على عاتق وكاهل الأسر من خلال رفع سعر صرف العملة الصعبة في البلاد، وأن الحكومة هي تعتبر المصدر الوحيد لتوفير العملة في البلاد. فكل ما ارتفع سعر الصرف في البلاد، الحكومة التي هي ستتنفع من هذا الصرف، والخاسر الأول والأخير سيكون المواطن. إلى أي مدى ترى قوة الأطراف الداخلية التي تدفع باتجاه رفع سقف المعارضة المدنية؟ يعني المشكلة التي تعاني منها هذه الحركات والمعارضة هي أنه تفتقر لقيادات ميدانية، وطالما لا يتم وأيضا التواصل، يعني حينما تحصل احتجاجات الحكومة الإيرانية تقطع الإنترنت، المسار أو المجال الوحيد للتواصل، وهذه المشكلة والإشكالية لا يزال لم تحل من قبل حتى من قبل النقابات التي لديها تصريح بالعمل في داخل إيران، تعاني من التواصل مع بعضها البعض، وهذه الإشكالية أدت إلى أنه الاحتجاجات تكون قصيرة مقطعية. لكنها نرى إذا من يرصد الساحة الإيرانية يرى أنه هذه الاحتجاجات مستمرة منذ عامين هنا وهناك في هذه النقابة وتلك وكذا محافظة وكذا مدينة. فالنظام الإيراني مع كل قبضته الحديدية لم يستطيع أن يسيطر. يعني نحن أشرت إلى تصريح النائب العام الإيراني الذي حدد سائقو الشاحنات بالإعدام، يعني هذا لم يحصل في أي بلد في العالم، ولو أن كان في قمة الدكتاتورية يعني والقمع، يهدد من يضرب عن العمل بالإعدام بتهمة قطع الطريق. يعني هذا يظهر مدى إفلاس هذا النظام ومدى المشاكل التي يعاني منها والخوف اللي يخاف من الشعب حتى من إضراب عمالي الذي ليس لديه صبغة سياسية أساسا ولا معارضة للنظام، بل يطالب برفض بزيادة الأجور. يعني مطلب سائقي الشاحنات هو زيادة أجورهم ولا غير، يعني هم لا يطالبوا بحرية ولا يطالبوا بمعرف تشكيل حزب وتأسيس حزب سياسي أو خوض انتخابات أو ضدية مع خامنئي أو مع الروحاني أو مع رفع الأجور. يعني النظام الإيراني حتى يخاف من التصريح أو المطالبة برفع الأجور.
فما بالك بباقي القضايا يعني التي تتعلق بالمطالب الاجتماعيه والثقافيه الاخرى. على الرغم من نجاح السلطات في قمع التظاهرات واغلب الحركات المدنيه في السابق، الا انها لم تفلح في احباط هذا الحراك حتى الان. الى ما ترجع ذلك؟ يعني انا طبعا لم اسمع السؤال جيدا، يعني العديد الكثير اللي فهمته انه اذا سمحت لي، يعني لم تنجح السلطات في قمع اي حركات، يعني اي تظاهرات، اي اعتراضات على اسلوب حكم النظام الايراني، ولا زالت مستمره. الى اي مدى تقيم ذلك؟ يعني هل ترى ان ذلك هو نابع من قوة الإرادة لدى الشعب الإيراني من أجل التغيير؟ طبعا أنا أحاول أن أستغرب بتصريحات المسؤولين الإيرانيين أنفسهم. علي مطهري نائب رئيس البرلمان الإيراني قبل ما يقارب شهر أو شهر ونصف قال أن المنتصف الثاني للعام الإيراني الذي هو قد بدأ سنشهد احتجاجات شعبية أوسع في مختلف المدن الإيرانية بسبب تأثير العقوبات المشددة الأمريكية أنها ستبدأ من الشهر القادم. وقال على النظام أن يستعد لمواجهة ومكافحة هذه الاحتجاجات، بمعنى أن النظام الإيراني حتى اللحظة جميع الأساليب الوحشية والقمعية التي استخدمها لإخافة الشعب وإرغامه على جلوس في بيته أو جلوس في مكتبه ولا يعني يقوم باحتجاج، النظام الإيراني نفسه يتوقع المزيد من الاحتجاجات. وهذا التصريح بحد ذاته من مسؤول كبير نائب رئيس البرلمان يظهر أن أساليبهم فشلت، وهم يعلمون جيدا أنه الحل ليس هذا استمرار القمع. يعني هذا مصطلح في السياسة يقول أنه بإمكانك أن تقف على الرمح لكنه لا يمكن أن تجلس على الرمح. النظام الإيراني جالس على الرمح، ومن يجلس على الرمح أول الذي سيتضرر من هذا الرمح هو من يجلس على الرمح. النظام الإيراني جالس على الرمح ويظن أنه واقف على الرمح، وهذه المشكلة. النظام الإيراني لا حل أمامه وليس لديه بديل آخر، لأنه لا يريد أن يغير من نهجه ولا يريد أن يعطي حتى تنازلات اقتصادية للشعب، فما بالك بالسياسية والاجتماعية والثقافية، فهذه يعني مستحيلة. فهذا الأسلوب، أسلوب النظام الإيراني وجلوسه على الرمش، فسيؤدي إلى انهياره، وقد بدأ الانهيار النظام الإيراني داخليا. نحن لا نتحدث أنه هناك دولة معينة تتآمر على إيران، ونعلم جيدا أنه خلال الأربعين سنة الماضية الدول العظمى من الولايات المتحدة إلى غيرها دعمت النظام الإيراني. الآن لأول مرة الولايات المتحدة لأهداف معينة تضغط على النظام الإيراني بشكل واقعي، ونرى أنه هذا النظام بدأ ينهار. شكرا جزيلا لك من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحجي.